ومضات خير للعباد، ومضات نور للفؤاد، ومضات خير للعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، مشاهدي الأكارم، فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الرمضاني الحواري مع مجموعة وثلة من المشايخ والدعاة إلى الله عز وجل، الموسوم بومضات. نبدأ هذه الحلقة بكلمة نوجهها إلى الشيخ القارئ ياسين حفظه الله تعالى، لأنه محضر معنا ضيفا كريما في هذه الحصة، وإحنا حبينا نورطوه معلش معنا إن شاء الله عز وجل. الشيخ الله يحفظك شيخ، الله نعم الورطة، نعمة الورطة هذه، بارك الله فيك شيخ. إحنا وددنا لو أن المشاهدين والمشاهدات يسمعون كلمة فيما يتعلق بالعمل الواجب. الرجل عنده عمل في المؤسسة تاعو، المرأة عندها عمل ممكن في مؤسسة أو في بيتها أو كذا، فالإنسان هذا الاحتساب والإتقان في هذا لا شك أنه من القربات، والعكس بالعكس. تفضل شيخ. بارك الله فيك شيخنا على هذه الاستضافة، وطبعا لا يفوتني أبدا أن أشكركم على هذا البرنامج، على هذه الاستضافة اللي ربي سبحانه يجمعني بخاوتي في هذه الحصة. سأكلاه. طبعاً إذا تكلمنا على العمل وعلى إتقان العمل، لابد أن نعرف أن المسلم مطالب بأن يعمل وأن يتقن العمل. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن. إذا شرع الإنسان المسلم في أي عمل لابد أن يتمه، لا سيما والإنسان المسلم في هذا الشهر. قد يتخيل الإنسان أن شهر رمضان شهر الفتور، شهر الراحة، شهر التقاعس. هذا من الأخطاء الشائعة التي قد شاعت بيننا، فلابد للإنسان المسلم أن يحرص على أن يتم عباداته، على أن يتم أعماله، على أن يتقنها إتقانا كاملا. الرجل في عمله وفي منصبه، والمرأة في بيتها، والإمام في مسجده، وكل في ثغرته. جيد جدا. وأعتقد أن هذا من الواجب الذي لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب أصلي. والله أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. ومن العبادات العظيمة في رمضان طبعا لمن وفق لذلك عبادة العمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي، يعني مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. طبعا عنده قدرة على هذا، فلا ينبغي أن يحرم نفسه من هذا الخير ومن العبادات. تفضل شيخ. ولكن حتى هذه العبادة من لم يقدر عليها فلابد أن يعرف أن هذا الحديث دل على أن أي عبادة تقع في شهر رمضان فهي مضاعفة الأجر. جيد جدا. ولهذا تسبيحة في رمضان ليست كتسبيحة في غير رمضان. ولهذا اللي الآن مثلا يقول لك أنا ماش قادر نعتمر، خلاص عندك قراءة القرآن، عندك الذكر، عندك الصدقة، عندك تفطير الصائمين، عندك وهذا كله مضاعف. وهذا الذي نقوله لمن يفطر في رمضان. واحد عنده مرض مزمن مثلا يفطر وتصور بلنهاية الدنيا. الحمد لله كان عبادات كثيرة في رمضان، الحمد لله. هذا من العبادات الجليلة، فضل الشيخ حفظك الله، من العبادات الجليلة في رمضان عبادة الصدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، صح، لا يبارى في هذا الباب، صح، ولا في غيره من أبواب الخير عليه الصلاة والسلام، لكن كان يزداد نشاطه في هذا الخير في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الجودة في رمضان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد كما قال شيخ يوسف. وأنا عندما أذكر وجود النبي صلى الله عليه وسلم أنبه إلى شيء، وهو لابد أن تنسوا حاتما الطائي. جيد جدا. لأن جود حاتم هو جود حسي، يعني مادي دنيوي، أما جود النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسي ومعنوي. الجود الحسي هو مثلا الجود بالمال، والجود بالطعام، والجود باللباس، والجود بهكذا، يعني أشياء حسية. أما النوع الثاني من الجود فهو أفضل، وهو الجود المعنوي. وأفضل هذا الجود ما حب الله سبحانه وتعالى به أهل القرآن الكريم. فأفضل ما يجود به العبد المؤمن في شهر رمضان هو أن يسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى، أن يسمع الناس القرآن. وهنا لو يسمح لي الشيخ نوجه كلمة لكل مسلم، لابد أن تفرقوا بين قراءة القرآن
وبين الاستماع للقرآن الكريم. لعلكم إن شاء الله تقرؤون القرآن الكريم من مصحف وتختمونه ختمات في غير رمضان، وهذا من توفيق الله لكم. ولكن من منكم يسمع القرآن كاملا من قارئ مجود؟ هذا الذي خص الله تعالى به شهر رمضان. ولهذا إياكم أن تفرطوا يا أحبابي في سماع القرآن الكريم في شهر رمضان من قرائنا الأفاضل في القيام في صلاة التراويح. سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه عبد الله ابن عباس ذلكم القول الفصيح الواضح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون. شوفوا يا جماعة، أجود يعني جود على جود، كان أجود الناس في غير رمضان، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يعني يلقاه جبريل كان يدارسه القرآن. وهذا من الجود، هذا من الجود، وهو مدارسة القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم وتسميع القرآن الكريم. قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أي أن جود النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا وكان سريعا يصل إلى الناس سريعا، وكان أيضا عاما ومتنوعا شاملا. ولهذا ما على الإنسان إلا أن يقتدي ويأتسي بالحبيب صلى الله عليه وسلم. أذكر بعض علماء الحكمة، قال لك علاش النبي صلى الله عليه وسلم يزداد وجوده في شهر رمضان؟ قال لك لأن الله عز وجل يجود على عباده في شهر رمضان بالمغفرة والرحمة والعتق من النار بعبادة الصيام وبالقرآن وغير ذلكم. قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم اقتدى برب العالمين سبحانه وتعالى، فعامل الخلق بمثل ما عملهم به ربه سبحانه. أحسن، بارك الله فيك، جزاك الله. ومن الجود إطعام الطعام، وإطعام الطعام فضله معروف في سائر أيام العام. الله يجزيك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في شهر رمضان يقول النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيء. فإنسان يقدر يعني كما يقولون يقدر يصوم أكثر من شهر في شهر واحد، شهر واحد. تفضل. ومن الجود أيضا تعليم الناس العلم، العلم وإفتاؤهم وإرشادهم. وأن نعتبر أن الذي يعلم الناس الخير في شهر رمضان يأتي بعد قارئ القرآن الكريم الذي يسمع الناس منه كلام الله سبحانه وتعالى. جزاك الله، بارك الله فيك. ولا كنت نتكلم في قضية الإطعام ثاني. كثير من الناس يقدروا عليه والحمد لله، يعني يقدر يصوم مع أنه أفطر، كان مريض ممكن مرضا مزمنا، لكن الحمد لله يكتب له ربي عز وجل أجر الصيام، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره. يعني الإنسان لو صايم ما ينقصوش ربي من أجر تاعه، هذا فضل الله تبارك وتعالى، رحمة الله عز وجل واسعة. لكن هذا الإنسان الذي يطعم أطعم مسكينا واحدا كأنه صام يوما زائدا، أطعم مسكينين أطعم صائمين عفوا كأنه صام يومين، أطعم عشرة من الصائمين كأنه صام عشرة أيام زائدة، وفضل الله عز وجل عظيم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. حقيقة أتينا على نهاية هذه الحصة، لكننا نعد المشاهدين والمشاهدات بحلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج الطيب الذي وسم بومضات. إلى ذلكم الحين بارك الله فيكم وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ومضات خير للعباد، ومضات نور للفؤاد، ومضات خير للعباد، ومضات نور للفؤاد.